رأيك في الشخص اللي يخفي اسم أمه ولا يبغى أحد يعرفه؟ كانت في مجموعة خيارات. طبعا طيب إحنا الفكرة في السؤال هذا إنه هل فعلا اسم الأم أو اسم الأخوات في حرج كبير إنك أنت ما تظهر للناس، في حالة إذا استدعيت إنك والله تذكر الاسم؟ أو يعني إحنا ما نقول الواحد هو جالس مجلس يعني رجال ولا جالس مع أخويانه وأصحابه يقول أنا اسمي فلانة كذا من باب الطاقة، هي مو كذا الفكرة. لكن في حال جاء واحد وسألك باسم أمك، هل عندك حرج كبير جدا أنك تقول ترد عليه وتقول لي اسم أمي فلانة؟ ولا الموضوع عندك يعني طبيعي، وزي ما تقول اسمك فلانة اسم أبوك فلان وانتهى الموضوع؟ يعني هي الفكرة أنه اسم ولا يتعدى إلى ما بعد ذلك. فكان في 4 خيارات: العادات والتقاليد أجبرته على أنه ما يذكر اسم الوالدة، طيب ونشوف الآن تطلع معنا على الشاشة. طيب اللي بعده اللي بعده هذا خصوصية، وأبسط حقوق الشخص إنه ما يذكر اسم أمه. ما هو عيب؟ طيب لا يخفي، لا يخفي الاسم. أخيرا إيش تستفيد إذا عرفت الاسم؟ كانت الأصوات متباينة وكان في تنافس يعني شديد من الأصوات، يعني في تقارب كبير. 20% العادات والتقاليد تجبر إنه ما يذكر اسم أمه. طيب 5% هذه خصوصية وأبسط حقوق الشخص إنه ما يذكر اسم الوالدة. 45 أو 48% ما هو عيب لا يخفي الاسم. أخيرا 24% إيش تستفيد إذا عرفت اسم أمي الاسم؟